حول صراع الأحزاب على المناصب وقانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت داخل البرلمان والذي وصفته وكالة رويترز أنه يكرس الطائفية. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال. أستاذ مكي، بداية مرحبا بك. مع اقتراب الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري تزايدت الصراعات بين شركاء العملية السياسية. هذا الصراع إلى أي مدى يصب في مصلحة العراقيين؟ يعني لا أدري هل هو صراع حقيقي أم مسرحية، لأن ورد في تقارير الأجانب أن هؤلاء اللصوص هم مختلفون فيما بينهم، لكن هناك من يضبطهم من وراء الحدود، يعني من الشرق والغرب. هناك من يضبط هؤلاء اللصوص ويسيطر عليهم ويمنعهم، وإلا لسالت دماؤهم في شوارع بغداد بالاقتتال فيما بينهم. هذه الحركات كلها تصب في تيار ضد الشعب العراقي وضد العراق عموما ببنائه وتقدمه وازدهاره. هذه الحركات والمسرحيات كلها ترمي إلى بقاء هؤلاء في السلطة لكي ينهبوا أكثر ويدمروا العراق أكثر. هذا رأيي. أستاذ مكي النزال، يعني على الرغم من أن الاستحقاق الانتخابي هو أحد أوجه الديمقراطية، يعني ولكن منظمة فريدوم هاوس صنفت النظام في العراق أنه نظام غير حر، أي لا يتمتع بالحرية. كيف تقيم أستاذ مكي المشهد السياسي في العراق في ظل هذا الوضع الراهن؟ الوضع في العراق، يعني هؤلاء الذين يحكموننا هم عبارة عن سلسلة من العبيد، يستعبد أحدهم الآخر حسب منصبه، وكل هذا يعني أن هؤلاء متمسكون بما يسمى الديمقراطية التي ذبحت في العراق على أيديهم. يعني العراق لم يكن ديمقراطيا بالمعنى الصحيح في يوم من الأيام، ولكن في عهد هؤلاء الكارثة أنهم استغلوا هذه الكلمة ليذبحوا آمال العراقيين في الديمقراطية. هم ديمقراطيتهم تسودها البندقية والهراوة، ولا يمكن أن ينفذ هؤلاء بندا واحدا من بنود الديمقراطية، بل على العكس هم ساعون وماضون قدما في ذبحها في هذا البلد. أستاذ مكي، ثوار تشرين خرجوا يعني من أجل تغيير الوضع القائم في العراق، طالبوا بإسقاط النظام المحاصصة، قدموا شهداء، ولكن إلى أي مدى يقبلون بهذا الترقيع السياسي؟ ثوار تشرين الحقيقيون وليس من يظهرون في أحزاب جديدة وتكتلات زائفة. ثوار تشرين الحقيقيون أعلنوا منذ اليوم الأول للثورة، وقبل أن نسميها ثورة حين كانت انتفاضة لعدد من الشباب، أعلنوا أن هذه العملية السياسية البائسة يجب أن تغير، وعبروا عنها بشعار استعاروه من أحد أقطاب العملية السياسية وقالوا شلع قلع. وشلع قلع واضح للجميع أنهم يعنون أن هذه العملية السياسية يجب أن تقلع وأن تتغير، وذكروا فقرات منها، ولكن أكدوا، يعني ذكروا أن الدستور والشخصيات والمحكمة العليا والرئاسات يجب أن تغير تغييرا جذريا، ولكن في النهاية خشية من أن يفهموا خطأ قالوا شلع قلع هذه العملية السياسية من جذورها. طيب أستاذ مكي النزال، يثار جدل الآن حول قانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت داخل البرلمان، كيف تنظر إلى هذا القانون؟ يعني إلى أي مدى سيكرس الطائفية كما تقول وكالة رويترز؟ يعني وكالة رويترز محقة يعني هذه المرة،
كل حركة يقوم بها هؤلاء تعتمد بنجاحها بين هلالين على الطائفية. هم يريدون الطائفية ويدفعون باتجاهها في كل مكان لكي يبقى العراق على وضعه الحالي. ولذلك تراهم يريدون أن يقحموا شيوخا وأيضا بين هلالين، لأن هؤلاء ليسوا شيوخا وإنما سياسيون، لتكريس الطائفية في العراق، لأن الطائفية هي الوحيدة الضامنة لبقائهم في السلطة. من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال، شكرا جزيلا لك.